غيرت هيكون بيأدي بشكل أفضل أو لأ؟ هو طبعا المنتخب انا شايف في الفتره الاخيره احنا كنا ماشيين كويس وكده باستثناء ماتش السنغالي الاخير ده. طبعا انا الظروف اللي حصلت في الماتش دي اللي اتحكى لي يعني ان هي ظروف واجواء مش كوره خالص. الظروف دي انا مريت بيها مع الاهلي هنا في 2018 ضد الترجي، نفس الظروف والاجواء بالظبط اتحطينا فيها. احنا فريق الاهلي كسبانين هنا 3-1 ورايحين نلعب الترجي في تونس، نفس الاجواء 5 ايام هناك في الترجي، ازايز ميه وطوب وسب وحاجات مشاكل كتير جدا، غير بقى اجواء المباراه نفسها. نفس اللي حصل معانا حصل مع المنتخب، وبالتالي نفس اللي حصل برضو معانا خسرنا نفس اللي حصل مع المنتخب. اما بتبقى اجواء اللاعب المصري لما بتبقى اجواء ما فيهاش كوره بيبقى الموضوع صعب عليه، خصوصا ان بيبقى فيه طوب وشتايم وحاجات كتير يعني. انما لما بتبقى الاجواء فيها كوره دايما بنكسب. يعني انت شايف من وجهة نظرك انه اللي حصل كواليس اللي حصل والليزر والحاجات دي هي اللي اثرت على الخسارة؟ طبعا طبعا، لان انا مريت بنفس التجربة وخسرنا برضه نفس التجربة بالظبط يعني. كلنا طبعا عارفين المدرب بيأثر بشكل كبير جدا على اللاعب، يعني اللاعب كمان بشكل كبير هو نفسية. مين مدرب حسيت ان هو يعني على نفسيتك واثر فيك بشكل ايجابي جدا؟ هو احسن حد اخذ مني احسن حاجه كان الكابتن مؤمن سليمان، يعني ده اكتر حد اخذ مني احسن حاجه، يعني اخذ مني كوره في الملعب وبره الملعب، اخذ مني كل حاجه، فكان مخليني في التوب فورم بتاعي. كان بيعمل معاك ايه بقى؟ لا كان بيعاملني نفسيا كويس، بيسيبني اعمل اللي انا عايزه في الملعب، بيديني تعليمات وحاجات في التمرين بنفذها في الماتش بلاقيها هي اللي بيحصل في التمرين بتجيلي في الماتش بحطها بنفس الطريقه بتاع التمرين بتدخل. فده اخد مني احسن حاجه. انما انا عاصرت طبعا في مدربين كتير اتمرنت معاهم كلهم برضو فادوني، بس طبعا انا بتكلم على اكتر واحد اخد مني احسن حاجه في اسلام محارب بس. انما في كابتن رضا شحاته انا معاه دلوقتي بيعمل لنا حاجات كويسه جدا وماشيين كويس جدا معاه، وعايز يطبق حاجه معينه في الكوره، وده اللي شغال عليه معانا الفتره دي اللي هو يطبق رتم برشلونه والفرقه تحضر وما انشلتش وحاجات كتير. طبعا الكابتن حسام البدري اخد مني برضو حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، انا ما كنتش واخد بالي ان انا لما انزل احتياطي في 3-4 دقايق انزل اجيب جول، فدي حاجه يعني انا ما كنتش واخد بالي منها يعني. فلما حصلت الحمد لله واجدت فيها، فبقيت عندي ثوابت ان انا بدات زي قعدت زي نزلت 5 دقايق زي بدات 90 دقيقه، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي برضه. ايه افضل انجاز في حياه اسلام محارب؟